وفي الأخير عنوان بركة الله افتتاح باسم مع الوزير الثقافة والصناعة التقليدية مع الوزير أستاذ سيد محمد أبو بكر، متمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلينا باسم معالي باسم وعلينا على بركة باسم معالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الأستاذ سيد محمد والمحم أبو بكر. أخبار بقى.